طيب حامد الدربين، يعني كيف تقرأ ما يدور الآن في الساحة السياسية؟ وهنالك حالة من الاستقطاب ومن الإقصاء السياسي وغيره، كيف تنظر لهذه المرحلة في هذه المرحلة الدقيقة بالذات؟ طيب، اللي هو عدم التناغم السياسي واجتماعي بأدي دائما إلى اللي هو إلى نتائج سلبية حقيقة يعني. وشيء الدائر في الساحة السياسية حقيقة يعني نتائجها يبدو لي نتائج غير حميدة، بدليل أنه كان يعني الأخوان في قوة التغيير نحن نقر بأنهم هم نظموا هذه المظاهرات وهذه المسيرات تم تنظيمهم، لأنه معظمهم كانوا هم غياب أصلا، لكن زي ما قلت هذه مسيرات تمت نتيجة اللي هو هي نتيجة لتراكمات نضالية سابقة، ولكن هم اعتبروا أن هذه المسيرات أو هذه الثورة ملك لهم، ونظروا للآخرين بإدارة الدخلاء أي ما يسمى بالتجريد من الجنسية. تجريد الجنسية معناته تجريد الحقوق المواطن، عشان ده أصبح 90% من المواطنين الذين شاركوا في مسيرات النضال وهو الثورية يعتبر نفسهم الآن هم غير سودانيين درجة ثالثة أو درجة ثانية بصراحة يعني. يعني زول ما عندك حقوق سواء كان في عملية الانتخاب أو مشاركة في اللي هو في 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 كل ما يمكن لهذا الوطن، معناه تقدر أنه كأنك أنت جرد منك جنسية. وما يدور الآن في مؤسسات الدولة المدنية من عملية بتاعة اللي هو الفص وإعادة التمكين، هي عملية التبديل التمكين بتمكين آخر أسوأ من الأول حقيقة يعني. هذا ده شيء صاير في الآن في مؤسساتنا المدنية. أيضا حتى هذه اللحظة لم تقدم خطوة في إطار المعالجة القضايا الأساسية التي قامت من أجل هذه الثورة، سواء كانت في معيشة، الدولار الآن وصل لكم 87 88، وايضا وصلت بدل ما كانت رغيفتين بالجنيه اصبحت رغيفه بالجنيه، ولا تظن تخليت 30 جرام، وما زال اساسا الحصار الاقتصادي موجود، علاقات مع دول الجوار ليس بمستوى حقيقه المطلوب ولا حتى على مستوى الاقليمي، وباضافه انه هنالك في تذمر في اوساط حتى اللي هو اهل شهداء، في تذمر في 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 اوساط الشباب، تذمر في اوساط التنظيمات السياسيه، التذمر في اطار اللي هو مؤسساتنا، وحصل فيها تجميد حقيقه يعني. دي كلها نتائج في نهايه اصلا هذه الحكومه الان القائمه يبدو ما عندها اراده، ما عندها برنامج امن تنفيذ واضح، ودي خلى بانه حصل فيها تخبط حقيقه يعني. كل الزيارات الخارجية حتى هذه اللحظة لم تكن هنالك نتيجة إيجابية واضحة. لهذا السبب الآن كملاحظين متابعة أن المسيرة التي خرجت تم اللي هو في يوم السبت ما يسمي بزحب الأخضر، يعني حصل فيها ضربة بتاع حسابات، رغم أنه كثير من الناس كأنهم رأي في هذه المسيرة، لأنه المسيرة دي صدف اللي هو التاريخ أو التوقيت كان غير مناسب، لانه اليوم الذي تم فيه النطق بالنسبه لحكم الرئيس السابق، لانه هذا الرئيس له تجاوزات وكل شعب السودان عنده راي واضح جدا، ولكن رغم ذلك كانت هنالك اعداد ضخمه كبيره جدا طلعت ومسرت، وهذا دليل واضح انه هنالك في قوه لا يستهان عليها. انا اقر هذا بانه هنالك قوه يمكن ياثر في كل ما يدور، ان لم يعني يستوعبوا أنا أخواننا في قوى التغيير يعتبروا حتى هذه نقر بهذه الثورة، نعم نحن نقر بالثورة، ولكن الذين يقودون هذه الثورة هم انحرفوا بالثورة، ولهذا صبر ربما تكون هنالك مواجهة، وخاصة من الهامش الريف. هامش الريف ليه؟ لأنه أخواننا في قوة التغيير عندما وضعوا المرسوم اللي هو الدستور والقوانين الآن هما اساسا الساريه، لم يتطرقوا للريف، لم تكن هنالك اي رؤيه واضحه النظام الحكومي، بل انما اصلوا المركزيه، وواحده من اسباب اللي هو القيام الثورات والحركات النضاليه هي مركزه اللي هو القرار. وحتى هذه اللحظه كل الوظائف اللي هو القياديه
انه يعني تم استيعابهم من المركز هنا، يعني عمليه استبدال بافراد جديده بقوه تنظيميه. الناس الان يتم اختياره في هذه المناصب كلها ينتمون لاحزاب بقوه التغيير، هو 6 احزاب فقط. وهذه 6 احزاب سلمته كله ما بيساوي عضويه حزب واحد حقيقه. يعني لهذا السبب انه هنالك في اشكاليه حقيقه، الوضع السياسي فيها لو هو هنالك اشكاليه إن لم يستدركوا، لأنه ما ممكن يا أخي العزيز أنه أنت تعين وزير كقوة تغيير، سموا الوزراء هم سموه الوزير هو مسؤول التنفيذي في هذه المؤسسة، أنت تجيب لك ناس آخرين ما عندهم أي علاقة مواطنين عليهم من الجانب من الشارع، تجيب 5 أنفار تحطوا في نفس المؤسسة في وزارة، وهو من يوجه الوزير القائم بالأعمال التنفيذية، هو من يرشه الناس بقول شيلوا فلان وشيلوا أدنى بيجيبوا كشوفات. الناس يمثلوا شنو يعني؟ ده واحد. برضو من الأخطاء الكبيرة ارتكبوا فيها قوة التغيير الأثر في الوضع السياسي الآن، هم أساس هنالك عدم التناغم، يعني في خلاف، يعني هم في اختلاف كبير جدا بين مكوناته من قوة، لو هو سواء كان مع جبهة ثورية سواء كان مع نداء السودان ما حتى مع الأحزاب. يعني قبل قليل كنت بتابع في الأخبار عبر قناة طيبة أنه حزب الشيوعي بيقول الله يا أخي اللي هو إعلان صادق المهدي أن الانتخابات المبكرة ده عبارة عن انقلاب للثورة، يعني ده هم مكونات بتقوى تغيير كلهم حقيقة. إذا ما بالك لباقية الأحزاب، عشان دي حقيقة نحن نقر بأنه رئيس المجلس السيادي نحن لا غبار عليه، هنا ما عندنا خلاف، وايضا حتى على الرئيس مجلس الوزراء نحن لا خلاف، ولكن هنالك اداء ضعيف بالنسبه للجهاز التنفيذي بالذات، لابد بيحتاج لمراجعه. ولكن من المؤسف انه يعني تصرفات الاخوان في قوه التغيير اذا استمروا في هذه المنحة سوف تكون هنالك قوه حقيقه، هذه القوه ربما لا يمكن يعني ان القوه الموجوده لا يمكن ان تجاوزه، لانه ما خرجوا في مسيره يوم السبت كان فقط ربما للتنظيم، والمغبونين لناس اساسا شالوهم من مناصبهم وفي اطار التفكيك، ويبدو لديه جزء من مكونات بتاعته، وبإضافة برضه من الشباب الأساس كان عندهم غضب، هم كانوا في ساحة الاعتصام ويبدو عليه لا يعطي أي اهتمام، ولكن المرحلة الجاية سوف تكون هنالك مسيرات ضخمة، وهذه المسيرات ربما تؤدي إلى أشياء أساسا نتمنى أن لم تكون. طيبة لحياة طيبة.